مسعود اوزيل. اوزيل هيلة هيلة با 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 جول من اروع ما يكون التمريرة من اوزيل، واديبايور يسجل الهدف الثاني للريال. اول من يجب ان تقبل عليه هو اوزيل يا ايمانويل اديبايور. هدف او تمريره، خلوني نتحدث عن التمريره الرائعه جدا بالمليمتر تقريبا من مسعود اوزيل. سنعاود مشاهدتها مرارا. شوف التمريره من مسعود اوزيل ناحيه اديبايور. لا 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 با 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 رائعه ممتازه جدا من مسعود اوزيل ناحيه ايمانويل اديبايور بالمليمتر. خرج وحده، ما عليك الا الاستقبال والتسديد اينما شئت يا ايمانويل اديبايور. التركي اوزيل يوزع على الطبق بوجه رجله ناحيه ايمانويل اديبايور الذي يسجل الهدف الثاني للريال بعد 30 دقيقه. وصلنا الان للرقم 96 بالنسبه للريال، اتحدث عن